تشكوش فيه باش وحاجه ثبت على المدربين. قالت انا ما نجمش نمر وما نجمش ما تفكرش اصدقائنا زملائنا المدربين اللي قاعدين يتالقوا في العالم اجمع في الخليج في قطر في السعوديه في الامارات في كل في البحرين. نحب اخيرا في المغرب على شفتهم انا خاطر نعرف قاعدين يتوجوا هذوما المدربين نتاعنا على جميع الوجهات قاعدين يبنيوا بس احسن وقاعدين هما يطوروا كره اليد في بلدان اخرى صوره تونس قاعده توصل يعني هذايا معناها شيء مهم ونحييهم.